بدر ورد من شركة ارتقاء، من الرواد في عالم التكنولوجيا والمحتوى الرقمي. ارتقاء بدأت في 2007 والآن من الرواد والقادة في عالم المحتوى العربي الرقمي وتطبيقات الموبايل وتطبيقات العالم الرقمي. قدمت ارتقاء العديد من تطبيقات الهاتف الجوال لكثير من الأعمال والمشاريع. حضرتك ممكن تدينا فكرة عن أهم المشروعات اللي قدمتوها عن طريق الجوال؟ الرحلة بدأت في 2007، كان جوال ليميتد جدا لتقنيات محدودة. في الوقت هذاك كنا نتكلم أكثر شيء على الخدمات النصية، بعد كده تطورنا إلى خدمات المالتي ميديا. فبدأنا احنا رحلتنا بهذا المشوار من وقت الاسمس، فكنا بنشتغل على الشاشة الصغيرة جدا بكاركترز محدودة، ولكن تطورنا كل ما التكنولوجيا سمحت لنا ان نتطور، تطورنا عبر الشاشات إلى وصلنا إلى الكونفيرجنس، وفعلا التقدم الرقمي اللي وصلنا له الآن بالتابلتس والآيفون. فأثناء الرحلة هذه كانت المنتجات تختلف وتتطور. بدأنا بتغطية، كنا نوصل مسجات في الأخبار، في المحتوى الرقمي للشرائح النسائية، شرائح الأطفال، شرائح الشبابية. من بعد كده في 2010 بدأنا استثماراتنا وتطويرنا لبرامج متقدمة جدا تعتمد على المحتوى العربي، منها مكتبة ارتقاء الإلكترونية، أول مكتبة عربية تقدم المحتوى العربي وتقدم للقارئ الكتب والمجلات والكتب الصوتية والرقمية عبر عدة منصات إلكترونية، منها على جميع الموبايل، يعني نبدأ من الآيفون للآيباد للأندرويد، حتى طورنا برنامج خاص بالبلاك بيري. فكرتنا أنه نقدم للقارئ نفس التجربة أو تجربة متشابهة عبر جميع التكنولوجيا المتوفرة من جوالات أو من شاشات رقمية. بعد كده نقلنا كمان على المحتوى الصوتي وقدمنا مشروع نغماتي. نغماتي الحمد لله أخذنا عليه جائزة أفضل خدمة رقمية تشمل الموبايل، وهي فعلا متميزة وأخذت الجائزة لأنها أول منصة رقمية للفن الهادف حتى، فهذا الشيء ما اشتغلوا كثير من الناس. احنا أول من قدمنا ونغماتي أول منتج وخدمة للفن الهادف في العالم كله، مش بس العالم العربي. فجينا قلنا ليش احنا يعني حبينا نساهم في انه نجيب للعالم الرقمي وللموبايل وللمتفرج ترفيه، بس بترفيه بطريقة متوازنة وهادفة. والحمد لله المنتج الآن انتشر جدا ومحبوب، وفي قنوات تطوير شغالين عليها لتغطية جميع الموبايل وغير الموبايل. ما تقييمك لحجم الإنتاج من المحتوى الرقمي سواء على الإنترنت أو على تطبيقات الهاتف الجوال؟ حاليا نسمع في مؤتمرات ونتكلم على أنه الحجم 1% أو 3% أو 5%، ولكن أنا يعني ما أحب ألتزم بهذه الأرقام لأنه صعب تحديد أو حصر نسبة معينة لعالم كبير زي كده. بس اللي أقدر أشاركه معاكم أنه في تطور كبير، يعني بدأنا قبل سنتين ثلاثة كان وضعنا لسه بدائي جدا، أنا أتكلم كقطاع يعني خاص في الموضوع هذا، ولكن اليوم الحمد لله يعني بالتعاون وتكامل مع الأطراف المختلفة، سواء قطاع الخاص ولا شركات الاتصالات ولا منظمين الاتصالات ولا هيئات الاتصالات، في تعاون كبير ما بين يعني قاعدين نحاول نخلق بيئة إنه نركز على المحتوى. إحنا ارتقاء من أهدافها فعلا أنها تركز على المحتوى العربي وتخدم المحتوى العربي الإلكتروني،
ومن المشاريع اللي مركزين عليها قاعدين نبدأ حتى مع الأطفال. عندنا مشروع لمسة، خدمة في الموبايل والعالم الرقمي، تبدأ مع الطفل من عمر القراءة أو أصغر من القراءة، ونكبر معاه نخلي نبدأ نعلم الطفل بالتفاعل على الموبايل بس بالطريقة الهادفة، الألوان، الحروف، التعليم، القصص التفاعلية. بعدين الطفل بس تعود يطلع على يبدأ يصير مستخدم، فنخدمه بالمنصة الإلكترونية اللي مكتبة ارتقاء الإلكترونية. ومن ناحية ترفيهية نقدم له محتوى ترفيهي من نغماتي، وعندنا منتجات كمان شغالين عليها في العالم العربي الرقمي في محتويات الشباب في الكورة، تغطية لجميع برامج الكورة اللي سايرة في الشرق الأوسط في جميع مختلف البلدان برضو عبر الموبايل. فلما نيجي نتكلم على انه نحصر كمية الموبايل، في تقدم كبير. وفي المؤتمر شفنا يعني قطر وصلت الى 75% من مستخدمين قطر للجوال وصلوا انهم يستخدموا الأجهزة الذكية، هذا رقم عالي جدا. ويعني خلينا جميعا نتفائل باللي قادم، وانه شغالين عليه لنخدم هذا العدد الكبير والبرسنتج او النسبة الكبيرة من مستخدمين الهواتف الذكية في قطر والمنطقة الشرق الأوسط وللجميع العرب في أنحاء العالم. كيف تجد حجم المشاركة او حجم النمو والوعي للمستخدم العربي بتطبيقات الجوال وبرامج الترفيه الإلكترونية على الإنترنت؟ والله اليوم حتى كنا بنتكلم على هذا الموضوع في المؤتمر، وتم طرح بين اليوم وأمس جدا جميل انه المستخدم العربي يعني تفاعله مع بعض الابليكيشن، وخاصة لما نيجي نتكلم على الترفيهية والتفاعلية، اعلى باضعاف، مش بس ضعف واحد، اضعاف من التفاعل للشخص الغربي. وهذا طبيعي لأنه في العالم العربي الترفيه محدود، فالموبايل فتح يعني منصة ترفيهية متكاملة وما لها حدود للمتفرج أو القارئ أو المستخدم العربي. فنجد أنه في تفاعل عالي جدا، وتفاعل حتى من غير دعاية ولا إعلانات، تنزل الخدمة أو الابليكيشن ويبدأ المستخدم يتفاعل معه، وبالعكس حتى نجد شغلة جميلة انه يخبرنا رأيه، يعطينا كومنتس، يعني قاعدين نستلم ملاحظات كبيرة من المستخدمين اللي تساعدنا احنا كقائمين على المجال انه نطور ونحط الكومنتس حقت المستخدمين في المنتجات القادمة اللي قاعدين نشتغل عليها. ما استراتيجيتكم خلال هذا العام؟ هل ستقومون بإطلاق مزيدا من التطبيقات للجوال فقط، أم هي التركيز على الإنترنت، أم الاثنين معا؟ ممتاز، سؤال جميل. احنا في 2012 استراتيجيتنا انه نقدم خدمات رقمية، والرقمي بس نيجي نحدد استراتيجية خدمة رقمية بنشتغل بنشوف أصغر شاشة وأكبر شاشة ممكن تستوعب او توصل القيمة اللي احنا نبغى نوصلها او الخدمة اللي احنا نبغى نقدمها عن طريق المنتج الالكتروني. فبنبدأ من شاشة الموبايل، طبعا هي اهم، ولكن حتى الان في استراتيجيتنا بنشتغل على الشاشات الكبيرة التفاعلية، التلفزيون الذكي، نشتغل على شاشة الديسكتوب والكمبيوترات الشخصية والانترنت. ولكن زي ما انت عارفة الانترنت موجود في الموبايل، الانترنت موجود في شاشة الكمبيوتر، وموجود في الشاشات الآن التلفزيون. فإحنا منتجاتنا واستراتيجياتنا انه نغطي الشاشات كلها بخدماتنا. وسؤالك الثاني انه ما هي استراتيجية الخدمات في 2012 والسنة القادمة؟ احنا تركيز كبير على نطلع خدمات ومنتجات تتعرف كأسماء وتحصل على جوائز محلية وعالمية، والأهم من ذلك تحصل على قبول في وسط المستخدمين، وخاصة المستخدم العربي في
قطر في العالم العربي وأيضا خارج العالم العربي. وتفاجأنا ونتفاجأ دائما باستخدام التطبيقات العربية من الدول الغربية، من العرب في الدول الغربية أكثر من العرب في الدول العربية. دائما نشعر بمسؤولية أنه لازم نخدم العرب. في تعطش كبير للمحتوى والخدمات العربية، وإن شاء الله إحنا هدفنا أنه نغطي الجاب أو أي يعني مجال أو احتياج في مجال المحتوى العربي والخدمات العربية الغنية. لأنه في فرق كبير بين المحتوى العربي، ممكن يكون محتوى جدا بسيط وممكن يكون غني. احنا تركيزنا على المحتوى العربي الغني الذي يقدم خدمات تفاعلية غنية وتكون هادفة وتنفع الأجيال والأمة إن شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا لك.